My dear student, how are you? I hope you are fine. معاكم مس مي وإن شاء الله هناخد درس جديد في الماث النهاردة برايم 1. Today we are gonna talk about a new lesson called Makaton to Add. But before we start the new lesson, we are going over the homework solution for the previous lesson. قبل ما نبتدي الدرس الجديد هنراجع مع بعض الهومورك بتاع الدرس اللي فات. الدرس اللي فات كان بيتكلم عن number bond مكونات العدد. The first question decompose the number 7 into two parts. يبقى احنا هنا عايزين مكونات العدد مين 7. بقى هنكتب النمبرز from 0 to 7 وابدا اشوف. فمثلا انا هاخد 0 7 1 plus 6 2 plus 5 3 plus 4. وممكن نقول 7 plus 0 6 plus 1 5 plus 2 4 plus 3. The second question complete the number bond to make 5 and 6. المرة دي هو جايب لي 5 وجايب لي كمان number منهم، فانا اعمل ايه؟ اعد من بعد الرقم اللي مديهولي ده علشان اوصل لل 5. What's after 1 2 3 4 5. يبقى the answer is 4. يبقى انا هكتب هنا 4 because 4 plus 1 equal 5. هنا 5 4 ها huh? What's after 4 5. يبقى the answer is 1 5 2. What's after 2 3 4 5. يبقى the answer is 3 5 3. What's after 3 4 5 5 و5. طبعا كده يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى هنا 0. طيب 5 0 what's after 0 1 2 3 4 5. يبقى the answer is 5. شوف كده 6. يلا قولوا لي نعمل ايه؟ يا count from smallest number to greatest number اللي هو مديهولي. what's after 2 3 4 5 6. the answer is 4 6 3. what's after 3 4 5 6. يبقى the answer is 3 6 وهنا 1. what's after 1 2 3 4 5 6. the answer is 5 6 4. what's after 4 5 6. the answer is 2 6 5. what's after 5 6. يبقى the answer is 1 6 و 6 زيها يبقى اكيد هنا 0. Today we are gonna talk about a new lesson called Makaton to Add. يعني كون لي 10 علشان تجمع. طب هنا مديني ال equation دي 8 plus 5. طب يا ترى هي فين ال 10 اللي انا هجمعها؟ ما هو شرط ان انا لازم يكون عندي 10. طب هي فين ال 10 دي؟ يبقى انا هجيبها. طب اجيبها ازاي؟ ممكن اول حاجة استخدم ال 10 فريم. الشكل اللي قدامي ده بنسميه ال 10 فريم اللي هو عبارة عن rectangle divided into small squares وبيكون مقسم إلى مربعات وبنسميه ال 10 فريم. فهو مكون من 10 squares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الشكل ده اسمه ال 10 فريم. واجي عند النمبر الأولاني وارسم دوتس زي ده كده. ده 8 نرسم دوتس 1 2 3 4 5 6 7 8. وارسم 10 فريم تاني واحط فيه النمبر التاني. النمبر التاني هنا مين؟ 5. يبقى 1 2 3 4 5. طيب انا برضو كده ما كونتش ال 10. طب نشوف كده هي ال 8 اللي فوق دي فاضل لها قد ايه علشان توصل لل 10؟ فاضل لها 2 لان في 2 سكويرز هما اللي ما فيهمش حاجه. فانا اقوم واخداهم سوري من التيم فريم بتاع الرقم اللي تحتها. انا كده عملت ايه؟ اخدت 2 من التيم فريم اللي تحت حطيتهم فوق. فدول كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى 10 بلس التيم فريم اللي تحته فيه كام؟ 1 2 3 ايكوال. يبقى انا كده كونت ال 10 علشان اجمع. 10 plus 3 equal 13. تمام. طب نشوف التانية كده. التانية هنا معايا كام؟ 6.
يبقى أرسم في التين الأول في التين فريم الأولاني 6 دوتس 1 2 3 4 5 6 وأرسم في التين فريم التاني 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب نشوف كده هي الناين دي فاضلها قد ايه علشان توصل للتن؟ عندها دي هو سكوير واحد اللي مفهوش، فهاخده من فوق. يبقى انا كده كونت التن، اخدت وان بس من فوق نزلته، فالفريم ده كده كام؟ كده تن. يبقى اكتب تن بلس. طيب الفريم اللي فوق 1 2 3 4 5، يبقى اكتب 5 equal 10 plus 5 equal 15. يبقى انا بعمل ايه؟ بشوف واحد منهم فاضل له قد ايه علشان يوصل للتن، وباخد من التاني لغايه ما اكمل التن، وبعدين اعد كله اشوف كله بقى كام. طيب نشوف بقى سؤال تاني. make a 10 to add. طب انا لو مش عاوزه ارسم زي ما انا عملت في التن فريم كده، ممكن احلها على طول؟ احلها على طول. اول حاجه هاجي عند الايكويشن الاولانيه اللي هي 8 plus 4. طبعا بيقول لي make a 10 to add، يبقى ما ينفعش اجمع على طول، لازم اكون ال 10 الاول. اجي عند الجريتست نمبر، الجريتست نمبر هنا 8 or 4 هو ال 8. طيب انا عايز اعرف حاجه، هي ال 8 دي فاضلها قد ايه علشان توصل لل 10؟ نعد from 8 to 10 كده. after 8 9 10 يبقى فاضل لها 2. فاجي عند ال smallest number واعمل كده 2 circles زي كده، واكتب هنا 2 وهنا ال 2 دي، علشان ال 8 مع ال 2 دي كده كونت لي ال 10. طيب 4 minus 2 equal يا 2، يبقى هنا هكتب plus 2 equal 12. انا هنا عملت ايه تاني؟ عديت من بعد الجريتست نمبر علشان اشوف هو فاضل له قد ايه علشان يوصل للتن، وبعدين جيت عند السمولست نمبر كتبت الرقم اللي فاضل للرقم الجريتست، وبعد كده عملت سبتراكشن. يعني انا عملت ديكومبوز للسمولست نمبر انتو 2 نمبرز، وبعد كده كتبت الايكويشن بتاعتي. طب نشوف كده نمبر 2، انا معايا هنا كام؟ 9. الناين دي فاضل لها قد ايه علشان توصل للتن؟ نعمل كده الاول 2 سيركلز. الناين فاضل لها قد ايه عشان توصل للتن؟ يا 1، يبقى كده 1، واشطب على دي خلاص كانها مبقتش موجوده، واكتب هنا 10. طيب 6 minus 1 equal هنا 5، يبقى الناين وال1 ده كده عملوا التن. طيب ال6 دي خلاص احنا عملنا لها ديكومبوز، فهناخد مين؟ ال5، يبقى بلس 5 equal 15. طيب number 3 7 plus 7 equal. طيب هما الاثنين زي بعض فمش مشكلة، ناخد اي واحدة منهم واعمل برضو 2 circles كده تحتها. طيب ال 7 فضل لها قد ايه عشان توصل لل 10؟ was after 7 8 9 10، يبقى فضل لها 3. طيب واكتب ال 10 واشطب على دي ودي، لان دول معناهم ان هما كده 10. طيب 7 minus 3 equal 4، واكتب ال 4 هنا، يبقى 10 plus 4 equal 14. 8 plus 3 equal، يلا قولوا لي هنعمل ايه؟ برافو، ارسم عند ال smallest number كده 2 circles زي كده، واعد من بعد الجريتست عشان اوصل لل 10. what's after 8 9 10، يبقى اكتب هنا كام؟ برافو، اكتب هنا 2، وبعدين 3 minus اشطب على دول كده واكتبهم هنا الاول 10، واعمل بلس 3 minus 2 equal 1. برافو، يبقى 10 plus 1 equal 11. الهومورك بقى بتاعنا make a 10 to add 9 plus 8 5 plus 7 8 plus 8 4 plus 7 9 plus 5. Thank you for your listening. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.